ايه اكتر صفة اصحابك بيكرهوها فيكي؟ العصبية. اكتر صفة صحابي بيكرهوا فيها ان انا دايما برد متأخر على اي تكست او اي حاجة يبعتوها. اكتر حاجة بتكرهيها فيها العناد. ممكن عصبية شوية، ممكن ما بردش عليهم على طول. اكتر صفة صحابي بيكرهوني انا متأخر على الدروس ومتأخر دايما عليهم، وانا بقول لهم ان انا هتحرك دلوقتي وانا لسه ملبستش. يا اكتر صفة بيكرهوها الصمت. اكتر صفة صحابي بيزعلوا مني فيها مثلا متأخر عليهم وانا لابس ونازل كده. يعني كذا حد كان بيقول لي ان انا مثلا من النوع اللي هو ايه، بخيل شويه، بهزر كتير وبتاع، ما باخدش الامور بجديه، يعني بتحرك كتير، فرهوده. والله فرهوده قوي. كده ربنا خليني بتقوى كده، فرهوده قوي، بحب الفراده جدا. الكسل، الغلاسه. عشان انا غلس. ممكن اكتر حاجه مثلا بيكرهوها فيا ان انا لما بزعل من حد ما بصفاش بسهوله. ممكن ان انا بالي طويل شويه، ان انا بتاخر، ان انا بتاخر بجد كتير. يعني مثلا ممكن اتفق معاه على ميعاد فباجي متاخر عنه، يعني في حدود نص ساعة مثلا. ممكن ان انا ببقى متسابعة شوية وبتعصب بسرعة، ان انا لما في حاجة بتضايقني ما بفكرش قبل ما اعملها، لا بتسابع بسرعة وبتسابع بسرعة من غير ما افكر. التنمر. اكتر صفة مش بيحبوها فيا انها عصبية. عصبية وبتعصب عليهم في اي حوار، في خناقة كده، في خروجة لو انا مش حباها، او عنادية بحب العند. ممكن انا بلغي الخروجات على اخر ثانية. لا ما فيش صفة بيكرهوها فيا، هم حابيني كده زي ما انا. اكتر صفة بيكرهوها فيا ده مثلا في الخروجات برجع بدري، ما بخرجش معاهم كتير.